الحين 4 سنوات منتشرين الحمد لله في امريكا وفرنسا وفي بريطانيا. حتى كان هدفنا نحن ننشر برا السلام، الحين الحمد لله هنا في السعوديه عندنا في مصر في لبنان في دبي، في يعني نشرنا الحمد لله الفكره في كذا مكان، وعن طريق مشاهير كثيره وعن طريق شيوخ وعن طريق برامج دينيه كثيره اعجب بالبرنامج، ومن ضمن الداعي محمد الشيخ محمد العلافي يعطيه العافيه. هو كان عنده برضه كان عنده موضوع انه هو التيشيرتات اللي في السوق اللي مكتوب عليها عبارات بذيئه. طب التيشيرتات هذه اللي انتوا عفوا اللي بتصمموها كيف قبولها عند الشباب؟ الحمد لله الحمد لله في قبول بنسبه يعني فاهمها، انا اقول الحمد لله قبول الحمد لله يعني نسبه نجاح اللي هي نقول 85%. يا سلام، لان مو كل الناس مقتنعه بالشيء. في ناس يقول لك حلو، في ناس يقول لك لا مو حلو، في ناس يقول لك لا يا عمي هذا عليها تسلمني انك انا ما بكتب اسم الله على التيشيرت ما يمديني. ايوه يعني انت بتخش انت بتعرف التيشيرت لما تخش الحمام، انت تحط التيشيرت تخش الحمام ما ينفع الله يكرمك. فهي الفكره كلها انه انا برسم عليها رموز عربيه ويعني اشكال عربيه. فالشيء الثاني التصاميم حقتنا سويناها كمان على الثياب. اوكي على الثياب. حلو على الثياب. انا لو كان انا كنت يعني كان انا كنت ودي ان انا اديك التصاميم تشوفوها على الهواء الان، كان هتصير مره جدا حلوه والله يا ريت. بس سؤال اخير بس، فين نقدر نلاقي الزي هذه ممكن نحصل عليها؟ هي موجوده لو دخلتوا على موقع يعني على يعني انت على الانترنت نشتريها يعني في على الانترنت عن طريق موقع ثقافات اللي هو حق الداعي احمد شقيري. ايوه جزاه الله خير، هو ساعدنا برضه ان احنا نوزع عن طريق العالم كله عن طريقه وفي محلات لنا في جده. جميل. طبعا انا بالنسبه لي يعني مو احنا بس اللي في 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 بدانا، احنا بدانا يمكن احنا اول ناس بدانا، صحيح، لكن في شباب ثانيين. انا لما اشوف شباب زي كذا راح اساعدهم، راح اوقف معاهم فعلا لانه هو هدف، لانه هم لان انا هدفي انا ما ابغى البس تيشيرت على فليب. صحيح. ما ابغى البس تيشيرت اشوف اخويا لابس تيشيرت وهو عليه كلام بيسبه هو. صحيح. استاذ محمد غيره. استاذ محمد يعني هي فكره وهدف يعني ان شاء الله انه يعني نشوفها منتشره كمان عند الشباب، وهي بصراحه فكره نهنيكم عليها وان شاء الله انه احنا برضه نشتريها ونلبسها انا وصاحب مره في مرات. فشكرا لك على الاتصال هذا، شرفتنا بصراحه ومع السلامه. خلينا نكمل نقاشنا وحوارنا مع انا يعني صراحه معجب بالاستاذ محمد علي. إيه؟ بس هو صاحب الفكره ولا في احد ثاني صاحب الفكرة؟ هم مجموعه يعني مجموعه في اكثر من جهه. هذا طرحها الاستاذ فؤاد عبد اللطيف قبل شويه. ايوه ولا الاستاذ احمد. انه احنا لازم يكون عندنا يعني دائما احنا بدايه اللقاء ايش قلت؟ نقلد غيرنا. هو في الاخير الموضه هي تقليد تقليدي، هو اكيد الأخير. اكيد يعني بس ليش ما احنا في عالمنا العربي في عالمنا الاسلامي في عالمنا يكون عندنا ناس مصممين ازياء، وانا متاكد انه فيه. طب ليه ما تنتشر الانتشار العالمي هذا؟ جميل. ليه سؤال. فاحنا هذا شيء. الشيء الثاني كان لقيت الاستاذ محمد علي مركز ان في الموضه اللي هو ما هي موضه على تعبيره انه بيركز على الكتابات. جميل. هو الثقافه عكس الثقافه بس ما ذكر هل هم بيصمموا حتى اشكال معينه بطريقه معينه؟ يعني احنا ما نبغى بس كتابات في الاخير، نبغى تصميم متكامل سواء فلاين سواء بنطلونات. هو لانه في هدف عكس عكس للثقافات وزي كذا. طبعا ظاهر علينا عندنا في الشاشه يعني بعض الملابس اللي بيشتروها في الشباب في الاسواق، طبعا هذه اشياء منوعه. طب خليني اسالك استاذ وليد يعني بس قبل ما تسالني في موضوع انا شاغلني لانه الاستاذ هنا عبد اللطيف في كلمه قالت. أيوه؟ لا يفهم ترى من خلص اللقاء لا تفضل. لا يفهم من هذا اللقاء يا اخوه. أيوه؟ انه احنا بنطبع هو تطبيع لحاجات. أيوه؟ او مظاهر شائنه. انتبهوا احنا بنتكلم كلام محدد وواضح. احيانا الكلام يكون مطاط وممكن احد يمطط بس برضه. طبعا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاستاذ عبد اللطيف ذكر مساله انا خايف ان المشاهدين او بعضهم مو المشاهدين المشاهدين يعني بعض الناس يمكن ياخذها كده يعني الى الحريه الشخصيه. يقول لك حريه شخصيه، هو يقصد الاستاذ عبد اللطيف حريه شخصيه في المتاح لي، بس مو حريه شخصيه انه الدين ليس له دخل. هي مساله ما هي مقننه يا استاذ وليد. ايوه المساله يعني هو بيتكلم في الحريه الشخصيه في المساحه المباحه المسموح فيها. طب ما هذا قصده. وهذا اللي قصده. المشكله انه ما فيش يعني ايوه عشان بس يعني عشان لا احد يفهم، لانه كلمه الحريه الشخصيه سمعناها حتى في الفرايض. تلاقي واحد جالس كده اقول لك بصراحه يعني بعض السيدات كاشفين وهذا وتيجي تسالها تقول لها طب ليه ما تغطيت؟ تقول لك حريه شخصيه. لا مو حريه شخصيه هنا طبيعي هو يعني تجاوز. لا احنا بنتكلم عن الملبس عند الشباب، هذا هو موضوعنا اللي احنا محددينه. ايوه يعني وهذا اللي حصل. بلاش اتجاوز في الغالب اللي بيحصل عند الشباب انه في حدود الاسئله لانه صراحه يعني حتى كشف الحجاب ترى موضه هو. لا انا اكلمك بصراحه خلاص احنا بنتكلم الان عن الشباب والشابات. اكيد لما تكشف كده وتطلع الغره هذه ما هي موضه ولا ايه؟
هي حركة انتشرت في بطريقة معينة وبدأت تنتشر بين بعض الناس. صحيح. فهي في الأخير موضة فمعليش يعني لا تزعلوا مني. لا أكيد هذه وجهات نظر وكل واحد. طيب خليني أسأل الشباب اللي بيحصل دائما في الملابس والشيء اللي بينتقد كثير يعني خصوصا مثلا من الاهالي من الكبار انه انت بتصرف بتستهلك وقت وفلوس اكثر من شو اسمه اكثر من المفترض بخصوص الملابس بخصوص انك تشتري اشياء القميص متناسق مع البنطلون مع الجزمه وانت بكرامه مع الساعه احيانا مع الطاقيه مع الشنطه مع 50 شيء فحتقعد تشتري كل حاجه طقم لوحدها وحتقعد فهي مساله وقت انك انت بتلفلف كم ساعه عشان تكمل طقم واحد وانك بتصرف احيانا مبالغ يعني كبيره هذه وجهه نظرهم طبعا خليني اقول يعني ايش رايكم معلش بس مو معلش بس مو كل الشباب كذا يعني مو كل الشباب يضيع اوقاتهم في الاسواق وده. طب ايه اللي بيضيعوا ايش رايك هل هو ده يعني هل انت تدافع عن الشيء ده او انت ضده مثلا والله هي حريات شخصيه قبل كل شيء برضه حريات بس في شيء انا بنوع له انه دائما كبار السن أيوة. الوالدين يعني دائما بينتقدوا على اي شيء بدون لا انت اللي بتقول يعني دائما انتقاد لازم انتقاد صحيح من كبار السن يعني على اي شيء عبد اللطيف هل يستهلك وقت منك باختيار موضتك في الملابس زي كذا والله هو على حسب يعني على حسب الشيء اللي انت حاطه في راسك ايوه بس ما بياخذ المجمل منك وقت وفلوس ولا برضه تحس بخساره في والله هو زي ما قلت لك على حسب يعني احيانا ممكن تاخذ البلوزه من مكان تاخذ اشياء ثانيه مكان ممكن انت مره يوم كذا بالصدفه شفت بلوزه في مكان شفت الجينز في مكان ثاني ممكن تروح تاخذ ده من هنا وده من هنا جميل معلش بس استاذ وليد يعني ايش رايك في كلام اليوم اللي قلته انه كبار السن دائما تخاف يا استاذ احمد اذا قلت غلط حقول غلط ماني موفر احد هو بس حتظهرنا دحين على الشاشه ملبس نبغاك تاخذ نبغى رايك في الملبس اللي هيظهر في الشاشه ما ادري هل هو جاهز يعني هذا لبس هذا عينينا من الشباب لابسين زي كذا ايش رايك فيه؟ انت اول شيء ما اتفقنا على كذا طب اعطينا رايك ما اتفقنا يعني انت لو قبل الحلقه تلقائيا لما تشوف زي كذا في الاسواق يعني شاب لابس زي كذا انت ايش بيكون رايك شعورك الخاص انت بتشوف ما يعني شكل ما مقارب لزي كذا انا ما زلت ملتزم في كلام اللي قلته اللي هو اللي عندي حد ادنى طب الحدود حتى لو رايت فيه كراهه طب نعيد الصوره ثاني مره في زمن الانفتاح وزمن الانفتاح يعني مثلا تحت الركبه مثلا البنطلون مثلا تحت الركبه مثلا يعني هل هذا فين الحدود هنا يعني واحد لابس زي كذا هذه فيها شيء مثلا هذه مساله الان انت نقلتني من المساله النظريه الى التطبيقيه هذه اسيبها لاهل العلم افضل ما احنا بنقول بس انا طيب. في حدود علمي وهذا يعني ايش يعني ان كان بعض الناس مثلا يستهجن هذا او يستنكر هذا وهذا انا اسكت عن هذا طيب في الزمن اللي احنا فيه بصراحه ولا شفته خلينا احنا زي ما بس تفضل احنا اليوم جايين ندردش عن هذا الشيء ندردش لا انت بس ما تاخذ مني كلمه ليه اذا تبغى حكم منصب على واقعة معينه في لجان وفي اهل علم وناس مختصين في هذا بس انا بس انا طبعا لي تخصص معين او دراسات معينه في الدراسات الاسلاميه بس عامه فانا اعرف انه قلت لك انا احافظ على الحد الادنى هذا ان شاء الله ما تجاوز الحد الادنى ان شاء الله طيب. في نظري انا في طيب نظري انا قد اقول مخطئ قد اقول مصيب والله اعلم خلينا نسال الشباب من الاشياء برضو اللي الان ظاهره انا احيانا كنت اتلخبط فيها كذا مره ادخل محل واروح بنقي شيء فجاه يقول لي هذا نسائي من كثر او العكس حصلت يعني معي حصلت كثير ليش صار في تداخل وفي في ملابس الشباب الان بيلبسوا اللون اللي هو البينكي او الوردي اللون البنفسجي الالوان اللي هي الاصل متعودين عليها اللي هي ايش الوان اصلا للبنات نفس الشيء بالنسبه للاساور لهذا لربطه الشعر اشياء رايحه باتجاه البنات يعني والعكس كمان يا استاذ صهيب يعني طبعًا انا طبيعي ما بيشوف بنات لا يعني انا مره يعني دخلت محل كنت باخذ شفت بلوزه عجبني واللون يعني ما يدل انه الان صار طبيعي وطلع حق بنات ايوه تفاجات يعني هذا قال لي انه ده ايوه صحيح تعرف هذيك مره ايش قال لي قال لي بس ترى في شباب بياخذوا ممكن تاخذوا اذا عجبك خذ لا كمان نفس الكلام ده قال لي في شباب بياخذوا برضه تفضل تطبق برضه على البنات في عندنا بعض الاحيان نشوفه مشتروا يعني هام طيب يا احمد الحين في برضه ثياب برضه في ثياب الموضه يعني احنا برضه مره استعرضنا هنا في حلقه من حلقات الثياب الجديده وبرضه انت اليوم لابس الثوب اللي هو الملون في برضه ثياب فيها اشكال والوان وبرضه اشياء بتلبس هذه ايش رايك فيها
هل تشوف انه التوب من معلش يعني حقه انه يدخل في عالم الموضه ولا الثوب خلاص يبقى هو الشيء الرسمي والموضه كلها تبقى في البدل؟ معلش يا استاذ صاحب انا بالنسبه للثوب ما احب لا الملون ولا الثوب يبقى ثوب ولا الثوب يبقى ثوب؟ انا عن نفسي الثوب يبقى ثوب. خلينا ناخذ راي احمد ونرجع. ايوه الابيض اللي هو انا معك في ليه الثوب يكون لابس. طب هذا حلو انا عجبني هذا والله ما شاء الله ما شاء الله هذا ما اقول الله انا عجبني ايش ما اقول هذا كراي شخصي راي شخصي خلينا ناخذ ايوه رايك زي ما الشباب يعني يحبوا يلبسوا التيشيرتات والجينزات هذه ففي فئه ثانيه من الشباب بيحبوا يتنوع في الثياب ويسووا فيها تفصيل وتطريز اشياء يعني حلوه كذا خفيفه جميل. طيب حلو الاستاذ وليد التربيه عند الاباء مع علاقتهم يعني مثلا ايش دور الاب او الام في انهم يعني يوجهوا ابنائهم في لبس معين يعني هل كمان نظرة الآباء مع الأبناء خاصة مع تغير الأزمان هل تكون مناسبة في خاصة في اللبس في اختيار الملابس من صغرهم ألين ما يكبر؟ هو شوف أنا أقول لك شيء بصراحة يعني يعني الأب والأم في البيت والأخوان والأخوات الكبار هم في الأخير هم عائلة واحدة. جميل. يعني ما أتصور إنه الواحد لما نشأ كان عمره 5 سنين و6 سنين و7 سنين إنه فجأة كده راح السوق واختار لبس وجاه. جميل. لازم امه معاه اخته معاه اخوه ابوه بداوا يختاروا له فهو الثقافه تنشا